بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام في كل مكان أينما كنتم، هذه الانطلاقات الجميلة والتحديات المثيرة هنا مع أيضا شوطنا الحادي عشر في مجموعة الأشواط وشوط الختام من المسافة الاثنين كيلومترات. أيضا نتمنى التوفيق للجميع المشاركين والمنطلقين. مباشرة مع المركز الأول الشانية خالد بن عبيد بن عوض البلوشي مع المركز الأول، أما في المركز الثاني شواهين سالب بن خويطر الهاشمي على المركز الثاني، المركز الثالث هملولة سالب بن محمد الحارثي على المركز الثالث، المركز الرابع الوصول مع رابع المراكز والمتقدمة أيضا من الأسماء المشاركة الشاهينية أيضا وبقيادة محمد بن ناصر الهشامي. هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى المنطلقة. عودة أيها السادة الكرام متابعونا الأعزاء في كل مكان أينما كنتم بهذه الانطلاقة الجميلة وهذه الانطلاقة المثيرة هنا مع الأشواطنا الجميلة وتحدياتنا المثيرة على المراكز الأولى. شواهين سالم بن خويطر الهشامي من ينطلق على الصدارة هذا الشوط، لكن هملولة على المركز الثاني، سالم بن محمد الحارثي على المركز الثاني. شعار هملول في الشوط الماضي يقدم لنا هملولة بقيادة الحكيم. المركز الثالث الواصل شواهين سعيد بن علي الهاشمي على المركز الثاني، المركز الثالث القادم بشعار المتواجد هناك مع الشهامة ناصر بن سالم بن حبيب الهشامي على رابع المراكز، خامس المراكز حفلة محمد بن سعيد الربيعي. هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى المتقدم أيها الحفل الكريم متابعون الأعزاء في كل مكان أينما كنتم إلى الصدارة إلى القيادة في هذا الشوط الجميل في هذا الشوط المثير هناك مع المركز الأول إلى مقدمة هذا الشوط وإلى الصدارة إلى المركز الأول. ما زالت شواهين سالم بن خويطر الهشامي، لكن المضايقة من الجانب الآخر من قبل هملولة القادم سالم بن محمد الحارثي على المركز الأول إلى المركز الثاني، لكن المركز الثالث إلى صدارة هذا الشوط إلى المركز الأول. يا سلام التغيير اللي طرى وجرى، هذه هملولة الحكيم 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 إلى صدارة هذا الشوط، يعود من جديد إلى المراكز الأول. هذه قمرية قمرية يا قمرية قمرية الحكيم سلالة قمار العاصفة مع المركز الأول. من تتقدم على الصدارة على المركز الأول سالم بن محمد الحارثي محققا هذا الناموس الجميل. تهانينا والناموس لمالك أيضا قمرية سالم بن محمد الحارثي سلالة قمار العاصفة بقيادة الحكيم المركز الثاني. أيضا هناك بشعار أيضا بن حبيب والمركز الثالث. أيضا هناك نحيل قلة الخط والنهاية 3:19 هو التوقيت الزمني لمالك قمرية سالم بن محمد الحارثي.